الخبر اللي معانا دلوقتي مشاهدينا هو عن مبادرة مهمة جدا في محافظة بني سويف. ريم عبد الرحمن محمد بنت مركز الوسطي في محافظة بني سويف، رغم انها خريجة كلية تجارة لكنها قررت ان هي تقوم بتدشين مبادرة لزراعة الأشجار داخل المناطق الصناعية والمناطق الصحراوية في محافظة بني سويف. المبادرة دي استهدفت المنطقة الصناعية في كوم أبو راضي بمركز الوسطي. يعني خلينا نفهم ايه هي هذه المبادرة، ازاي جت الفكرة وتفاصيل اكثر عنها من خلال صاحبة هذه المبادرة ريم عبد الرحمن خريجة تجارة ببني سويف ومؤسسة المبادرة. صباح الخير على حضرتك استاذة ريم، اهلا بيكي. صباح النور يا فندم. صباح النور. والحقيقة أن الفكرة نفسها احنا دايما بنسعد بأي حاجة واحنا بنتحدث عن اللون الأخضر والاتجاه إلى اللون الأخضر بصفة عامة. هذه المبادرة الفكرة بتاعتها جت منين واخترتوا على أي أساس المنطقة اللي هيتم تنفيذها فيها؟ بص يا فندم، أنا من فترة الحقيقة بعيدة عن شغلي يعني كموظف، مهتمة جدا بالتشجير والبيئة بشكل عام يعني. تمام. فأنا كنت الحقيقة منضمة لكيانات شبابية كتير تبع وزارة الشباب والرياضة، برضو كانت بتوجه اهتمامها للتشجير والزراعة، ولكن فكرة زراعة المناطق الصناعية أو التوجيه الاهتمام للمناطق الصناعية كانت فكرة شخصية مني واجتهاد ذاتي. بصراحة تواصلت مع منطقة قوم أبو راضي الصناعية عميد حسن عبد المتعال، الأستاذة دعاء هلال مدير المنطقة الصناعية، قلت لهم إن أنا حابة يعني أبدأ بنفسي نزرع كام شجرة داخل المنطقة الصناعية. ليه المناطق الصناعية بشكل خاص؟ لأن المناطق الصناعية فيها كمية انبعاث كربوني كبيرة جدا طبعا، علشان حضرتك عارف أدخنة المصانع وهكذا، وكمان علشان هي مناطق صحراوية، والفترة الجاية حضرتك عارف إن احنا كمان داخلين على فصل الشتاء، هيكون في اللي هو الهواء هيحمل ليهم أتربة كتير جدا. الحقيقة كنت في البداية مترجطة الزيتون والليمون، ولكن بعد كده غيرت الخطة، لأنه طبعا عملت تحليل للتربة لقيت نسبة الملوحة عالية جدا، بلس إن أنا قلت أنا ممكن أستبدلها بالكافور والصفصاف، لأنه حضرتك عارف إنه أشجار الكافور والصفصاف والجازورينا أشجار بيبقى مساحتها كبيرة جدا أو حجمها كبير، فتقدر تكون زي يعني تقدر تحميهم من الأتربة يعني اللي هي في ظلال أكتر، وفي نفس الوقت الأوراق بتاعتها فيها كثافة زي مصدات رياح بالظبط كده. طب يعني الاختيار هنا، يعني حضرتك كنت في الاول بتفكري في اشجار مثمره، المعلومات نفسها جت منين؟ يعني فكره تحليل التربه، معرفه درجه الملوحه، قيام اللي هو حتى بزرع الاشجار ده يمكن في حد ذاته امر مش سهل، لكن هو ده المجهود الاسهل. بعد كده توفير المياه والري الدائم برضو اتعمل ازاي؟ هل بالتنسيق مع المسؤولين ولا اتصرفتوا ازاي فيها؟ يا فندم، اختيار الاشجار طبعا جاء برضو الفكره مني، لانه انا عارفه انه انا هتعامل مع منطقه صحراويه اكيد مش هتكون زيها زي المناطق الثانيه في الزراعه، لانها بتبقى فقيره جدا لعناصر اللي هي بتساعد الزرع على النمو كده. وطبعا انا علشان اعمل حاجه زي دي كنت بتواصل مع مديريات الزراعه والناس المتخصصه والناس الفلاحين علشان اقدر اقدم منتج يعني تبقى الاشجار تطلع بشكل كويس. تمام. تواصلت طبعا مع استاذ حماده راضي رئيس مجلس مدينه الواسطه، استاذ احمد الديب رئيس المجلس القروي، استاذ فتحي عبد الله رئيس قسم البيئه عندنا. تواصلت معاهم بصراحه، الناس يعني قدمت كل كامل الدعم، حتى عندنا جزء من اصحاب المصانع كمان من المركز القروي عندنا في اليوم بتاع التشجير، انا كمان كونت فريق علشان عمليه الزراعه، كونت فريق برضو باجتهاد ذاتي وشخصي مني. تمام. تواصلت معاهم كله بصراحه يعني كان مرحب جدا بالمساعده والدعم. المركز القروي عندنا بعت لنا اللي هي العربيات بتاعه الميه دي علشان عمليه الزراعه. فاليوم بصراحه الحمد لله كان مثمر جدا والكل كان داعم. يعني احنا خلينا في الاول نحييكي يعني على هذه الفكره اولا، تاني حاجه على القدره على التنسيق للتنفيذ، ودي نقطه يعني ممكن الواحد يبقى عنده افكار حلوه مش دايما يعرف ان هو ينفذها. يا ريت ناخد النموذج ده وشباب كتير من مناطق مختلفه ومحافظات وقرى مختلفه ياخدوا النموذج ده ويحاولوا ان هو يتم تعميمه، في النهايه كلنا مستفيدين. بنحييكي وبنشكرك مره ثانيه استاذه ريم عبد الرحمن خريجه تجاره بني سويف ومؤسسه هذه المبادره الجميله جدا، شكرا لحضرتك.